أهلا بكم من جديد. ذكر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين بأن أسعار المستهلكين في البلاد قد ارتفعت 2.3% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي، وجاءت قراءة إبريل الماضي أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين. هذا وتراجعت أسعار المنتجين في الصين 3.4% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي، وجاءت هذه القراءة دون متوسط توقعات المحللين بقليل. عن أداء الأسواق العالمية ينضم إلينا السيد عبد العظيم عثمان الأموي، وهو رئيس قسم الأبحاث في أسواق المال دوت كوم. أهلا ومرحبا بك معنا. مرحبا وسهلا. الأسواق الآسيوية يبدو أنها ما تزال في حالة استقرائية لما ستؤول إليه السياسات البنوك المركزية. الصين بيانات الصين ضعيفة، ولكن هنالك تحقيق إيجابي في الفائض بالميزان التجاري على الرغم من تراجع الصادرات والواردات. أين تجد الصين اليوم بعد ما اقتربنا طبعا من إنجاز النصف الأول من هذا العام؟ الصين يمكن في الفترة الماضية تابعنا البيانات الصينية في الصادرات والواردات، في حصل تراجع وتباطؤ مقارنة بين مارس إلى أبريل. الصين يمكن يعني عندها بعض المشاكل، ولكن أبرز المشكلة الكبرى بالنسبة للصين هي الانتقال نحو الاقتصاد سيرفيس بيز اون سيرفيس. الآن هي بدأت تعمل في كثير من الإجراءات، من ضمنها بدأ يعني أكبر تاكس ريفورم من الصين ابتداء من مايو. حول يعني حاول أن يدخل حوالي 11 مليون شركة تحت مظلة ضريبية هي الفات نيو فات. هذا النظام الضريبي استفاد منه القطاع الصناعي في العشر سنوات الماضية. هذا الأمر سينعكس سلبا على النمو في الصين، باعتبار أنه الحكومة الصينية ستفقد من إيراداتها بحوالي تقريبا 0.7. هذا واحد من التحديات. التحدي الثاني بالنسبة للصين أيضا نمو الدين العام الصيني في الفترة الماضية، يعني قفزة كبيرة إلى تقريبا يعني 237% من الجي دي بي. نعم هو عالي معدل. عالي جدا. المشكلة هي أنه هو مش عالي، المشكلة الوتيرة التي صعد بها هذا الدين العام. التسارع. نعم التسارع كان مثلا إذا أخذنا في 2007 الدين العام في الصين كان تقريبا 148. فيعني الوتيرة نعم الوتيرة أكثر من 100% من النمو في الجي دي بي في الدين العام. هذا واحدة من التحديات الكبيرة الآن أمام الاقتصاد الصيني في هذه الفترة. نقطة أخيرة بشأن الصين أيضا يعني شهد هنالك بعض القطاعات فيها تباطؤ، وهنالك بعض القطاعات فيها أوفر كاباسيتي من الإنتاج. نأخذ بعض القطاعات مثلا. إيش القطاعات اللي فيها تباطؤ وإيش اللي فيها يعني زيادة في الإنتاجية؟ تمام. مثلا القطاع العقاري في الصين الآن يعني آخر التقارير تشير إلى أنه هنالك حوالي تقريبا 50 مليون شقة فاضية في الصين. في فقاعة. في فقاعة يعني في 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 معروض كثير جدا من في القطاع العقاري. والخطورة القطاع العقاري أنه 73% من ثروات الصينيين هي في القطاع العقاري، كله بيستثمر في العقار، في العقار تحديدا. هذا فيه أوفر كاباسيتي. التباطؤ مثلا إذا أخذنا قطاع السيارات في الصين، قطاع السيارات في 2010 يعني كانت يعني واحدة من الملامح المهمة جدا لنمو التطور الاقتصاد في الصين. 2010 مثلا كان المواطن الصيني إذا أراد أن يمتلك فور ويل درايف كان ينتظر شهور حتى يدفع وينتظر شهور حتى يستلم، وكان يشتري يعني ببريميوم. الان يعني هنالك تباطؤ كبير في القوه الشرائيه. لماذا؟ هل الاستهلاك الداخلي ضعيف؟ يعني الانفاق الداخلي ضعيف باعتقادك على هذا على السلع المؤمره مثلا؟ هي المشكله انه هنالك ايضا بعض الاصلاحات في بعض القطاعات في الصين. يعني الان واحده من المشاكل ايضا من الليبر ماركت ريفورم في الصين، ايضا هنالك بعض الوظائف قد فقدت. نعم. في كثير من القطاعات في الصين. نعم. فقدان وظائف. ويعني هذا الامر يمكن ان نقيسه بانه الليبر فورس في الصين حوالي 700 مليون. هذه هي التي يعني الان يتحرك نحوها الاقتصاد الصيني في انه يحاولوا ان توظيف هذه ال 700 مليون في انه يصبحوا قاعده للاستهلاك. ولكن هذا الامر صعب جدا لانه الثقافه مختلفه. نفس الكواليتي في 700 مليون هذه ايضا متدنيه مقارنه ب وبالتأكيد كما ذكرت يعني حتى نمط الاستهلاك مختلف. الأمريكي يستهلك بشكل مختلف ونصيبه من الادخار ضعيف. طب أنتقل إلى اليابان. اليابان أيضا وجد البنك المركزي أنه كان لديه غاية من تنشيط الاقتصاد عن طريق أعطاء فرصة جديدة للمؤسسات المصرفية بمنحها قروض بفائدة سالبة، ولكنه تراجع عن هذا القرار ويبدو أنه يتمهل. لكن لن نستبعد أنه
المركز الياباني سيقوم بتدخل من أجل إضعاف الين، لأنه الين وصل لل 106 وممكن يعطينا مجال أكثر أيضا من القوة، على الرغم أنه في جلسة اليوم سجل تراجع. هل فعلا ممكن البنك الذي نصفه بأكثر شفافية في العالم مركز اليابان يقوم بتحرك قريب من أجل إضعاف الين؟ أنا يعني أستبعد وأتوقع. تاريخيا البنك المركزي الياباني تدخلاته يعني يمكن من 2008 حتى الآن كل التدخلات لم تؤتي أكلها، يعني waste of money، باعتبار أنه التأثير دائما لا يتجاوز 48 ساعة على أسعار الصرف. هذه واحدة من المشاكل التي يمكن يتخوف منها البنك المركزي نفسه. البنك المركزي الياباني تدخل تحت ثلاثة أسباب أو مبررات. المبرر الأول هو يعني large volatility التي ذكرها وزير المالية في بالأمس تقريبا. السبب الثاني أنه إذا كان هنالك hysterical level بالنسبة لأسعار صرف الين، يعني دائما ما نسمع أنه البنك المركزي يستهدف 105 نعم. 190 80. السبب الثالث هو الارتفاع الكبير في فترة زمنية وجيزة. في السابق كنا نتابع أنه إذا ارتفع الين 10% في 7 أسابيع نبدأ كمتداولين ومتابعين للسوق نتوقع أنه هنالك تدخل. أنا أتوقع أنه الآن الثلاث ظروف هذه غير متوفرة بالنسبة لتدخل البنك المركزي، ولكنه يستخدم هذا السلاح للتأثير على الأسواق. نعم. طب للي بيستثمر في الين وجد في منتصف ديسمبر لما كان على 122 تقريبا، اليوم لا أدري إذا كانت فرصه يعني أفضل أو ليست بذلك، يعني هل هنالك فرص من جديد للدخول على الين؟ تمام، هذا سؤال جيد. أنا أتوقع أنه شوفي الين الياباني في هذه السنة مر بحالتين، الحالة الأولى هي المفاجأة والحالة الثانية هي خيبة الأمل. المفاجأة كانت نتيجة للنيجاتيف ريت التي قام بها البنك المركزي في يناير. خيبة الأمل كانت في عدم فعل أي شيء في الاجتماع السابق في أبريل. المرحلة الأولى في يناير الين كان 120-121. المرحلة الثانية كان تقريبا يعني عند 100-113 هبط أو ارتفع إلى 100 وتقريبا 8. أنا أتوقع أنه الين لا زال أتوقع أنه يمكن أن يستهدف ال 100 فيجر في الفترة القادمة. يعني مهما حاول البنك المركزي ووزير المالية في التأثير على الأسواق، أنا أتوقع في مقاومة قوية، أتوقع أنه ستدخل سيولة جديدة على المستويات الحالية بالنسبة للين تستهدف 105 وأدنى من ذلك في الفترة القادمة. أرجو أن تبقى معنا أستاذ عبد العظيم الأموي، نعود بعد قليل ونتوسع أكثر حول استراتيجية الفدرال الأمريكي بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة وكذلك النفط. هل ما زال أو هل استوعبت الأسواق الحريق في كندا؟ وهل تتعاطى معه كشماعة تعلقها أيضا على لتبرير ما يحدث في أسعار النفط؟ بعد قليل المزيد. إذن الأنظار تتحول من الحريق في كندا إلى المخزون الأمريكي. نعلم جيدا مدى أهمية هذه الأخبار ونطاق الإمدادات، لكن ما كان يتحدث به ضيفنا معنا قبل قليل أو تحت الفاصل كان أيضا أمر هام جدا أشرككم فيه. طبعا أستاذ عبد العظيم الأموي، كنت أقول لك يعني لماذا نهول من حريق كندا ونحن نعلم أنه بمعدل 1,000,000 برميل يومي. ذكرت لي أمر هام أنه الخشية متى سيتم إفادة هذه الكميات إلى السوق من جديد، لماذا؟ يعني مثلا الآن 1,000,000 برميل دروب في الإنتاج في كندا، التركيز تقريبا صار لنا 5 أيام تقريبا. المشكلة في كندا أنه هذه الحرائق حتى المصافي والطاقة الإنتاجية تعود مرة ثانية إلى ما قبل الحريق، هذا الأمر يحتاج إلى أسابيع. عكس الموضوع اللي حصل مثلا في الكويت. في الكويت الكويت إضراب توقف عمال، عاد العمال إلى العمل، عاد الإنتاج، ولكن هنا الأمر مختلف، فلذلك يمكن أن يستمر الشورت بالنسبة للإنتاج الكندي إلى أن يتم تلافي أو إعادة تأهيل ما دمرته الحرائق بالنسبة لكندا. حتى موضوع الإمدادات، يعني الجهات التي تقوم بحمل هذا النفط وإرساله كنقله أيضا لديها طاقة استيعابية. نعم. يعني إذا على سبيل المثال عندنا معدل 180 ناقلة أو 180 دعنا نقول يعني شاحنة، لن نستطيع أن نضعفها حتى تعوض، يعني هذا أمر هام جدا للأسواق. يعني صحيح. طيب إلى أي مدى ممكن هكذا أخبار أن تؤثر على سوق النفط؟ وأنت انظر إلى مستويات النفط
النفط في عنده أيضا جاذبية واضحة وغريب جدا، يعني بعد فشل اجتماع الدوحة وغيره وجدنا مع ذلك تجاهلها. نثبت على 44 دولار للبرميل تقريبا. هنالك أساسيات أنا أتوقع أنه يعني لا يمكن أن نهمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية عند الحديث عن النفط لسببين. السبب الأول أنه الصين زادت يعني وتيرة الواردات من النفط في ارتفاع مستمر في الثلاثة أشهر الماضية. في أبريل ارتفعت الواردات الصينية من النفط بتقريبا 7.6 إلى 7.9 مليون برميل في اليوم. هذا بالنسبة معناها الصين مستمرة في الشراء من السوق. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عادت الترند الآن في الواردات في أمريكا عاد للارتفاع مرة ثانية بعد أن تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات. الآن أمريكا أيضا هنالك ارتفاع في الواردات، والاقتصاد البترول الأمريكي كما نعلم يعني إذا قارنا مستويات الإنتاج الأمريكي في أبريل 2015 وأبريل 2016 في هذا العام هنالك دروب في الإنتاج الأمريكي ب 800 ألف برميل. هذه تضاف إلى أنه هذا الشورت سيغطى بطلب من الأسواق. إضافة إلى هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الطاقة التخزينية. فعلا الطاقة التخزينية في أمريكا الآن نحن الآن أمامنا سبيس أو معانا سبيس للستورج سبيس بحوالي 100 مليون برميل حتى تصل إلى يعني هذه الطاقة التخزينية القصوى. بعدها يجب أن تقوم بتصريف ما نعم. لديها. الآن إجمالي المخزونات الأمريكية من النفط حوالي 543 مليون برميل، معها يمكن أن تصل إلى 600، عكس الصين التي وصلت إلى الهاي ليفل أوف ستورج وأيضا في أوروبا. نقطة أخيرة أيضا دخول النفط الإيراني للأسواق خلق بعض المنافسة في السوق. فلأول مرة طبعا كما نعلم إنه أمريكا قانونا لا تستطيع أن تشتري النفط الإيراني، ولكنها الآن وجدت يعني النفوذ بامتيازات أقل من 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 أفريقيا تقريبا يعني غانا تقريبا. نعم. طب أنتقل من النفط إلى البرمجيات القادمة التي على الفدرالي أن يحسبها، إحداثيات وإسقاطات أين ستكون بعد بيانات الوظائف الأمريكية. هي دائما يلين صبورة تقول أنا أحتاج إلى بيانات متتالية حتى أحكم على التيار كيف يتجه أو الترند كيف هو، يعني لن أحكم على دروب في الوسط أو، ولكن إحنا 7 شهور الوظائف ما عم تتحسن لدينا تقريبا. هل تعتقد أنه هذا سيكون ضاغط لتأجيل قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة؟ أنا أتوقع بعد البيان الأخير للوظائف الأمريكية الذي صدر الجمعة الماضية بالنسبة لأبريل، والبيان كان مخيب وهو الأدنى في 7 أشهر. قبل البيان أنا كنت أتوقع أنه الفيدرالي الأمريكي ربما يرفع سعر الفائدة مرة واحدة في ديسمبر. الآن هذا الأمر يعني أنا عندي أتوقع أنه يمكن يكون أقل من 30%، أنه الفيدرالي يمكن أن يرفع سعر الفائدة في ديسمبر. فبالتالي الفيدرالي الأمريكي الآن يعني يبحث عن البيانات التي تدعم الدوفيش الاتجاه الدوفيش بالنسبة للفيدرالي الأمريكي أكثر من بحثه عن البيانات. فلذلك إذا أخذنا بيان الوظائف كان هنالك ارتفاع في معدل الأجور، الويج ارتفعت ب 2.5 ييرلي و 0.3 بالنسبه للشهر الماضي. فبالتالي انا اتوقع انه يعني الفدرالي الامريكي كل ما خرجت بيانات ضعيفه سوف ياخذها ذريعه في انه يؤخر عمليه رفع سعر الفائده. والدولار شو ممكن يكون مصيره في ظل هذه عمليه التسويف التي تحصل؟ الدولار الامريكي انا اتوقع انه مثلا اذا اخذنا اتجاه الدولار في ال4 شهور الاولى من 2016 الدولار الامريكي كان متراجع اكروس ذا بورد مقابل كل العملات حتى الإميرجين ماركتس. الدولار الأمريكي في ال4 شهور الفاتت الماضية ارتفع فقط مقابل عملتين اللي هي الروبية الهندية والبيسو الأرجنتينية، أما باقي العملات كلها كانت دولار متراجع وأداؤه كان غير جيد. الآن ما نشهده من قوة للدولار هو تصحيح وجني أرباح لهذه ال4 شهور بالنسبة للفترة الماضية. كل ما اقتربنا من ديسمبر أنا أتوقع يمكن أن تكون هنالك change of sentiment في الأسواق ويبدأ الدولار يرتفع. يعني عندنا الآن تصحيح وارتفاع قبل ديسمبر بالنسبة للدولار مقابل العملات. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد العظيم عثمان الأموي، وأنت رئيس قسم الأبحاث في أسواق المال .com على وجودك معنا وإثراء كل هذه المواضيع. شكرا جزيلا لك. نلتقيكم بعد قليل وافتتاحية بورصة عمان.